السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى. النهاردة هنشرح نص الاستماع صداقة بلا قيود من منهج اللغة العربية الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب. هنقرأ مع بعض النص الفقرة الأولى. إجازتي الصيفية لهذا العام كانت تختلف كليا عن الأعوام السابقة كلها، فلم تكن فقط نزهة نفسية وجسدية، بل كانت عقلية أيضا، فعندما سافرنا في الإجازة إلى إحدى المدن الساحلية بالبحر الأحمر، كان يسكن بجوارنا عائلة أجنبية، وبها أولاد في مثل سني، في يوم من الأيام. تقابلنا على الشاطئ، واستأذنت والدي أن ألعب معهم، فسمح لي أن نلعب على الشاطئ أمامه، كان في بادئ الأمر ممتعا، وبعد ذلك حدث العكس، فلم أستطع ايصال التعليمات اليهم لانهم لا يستطيعون فهم باللغه العربيه فانتهت اللعبه ولم يرضى الجميع عن هذه النهايه الفقره الثانيه انتهى يومنا ولم اكن مستمتعا باحداثه بل كنت متضايقا لما حدث فكيف يكون امامي شخص واريد ان اتحدث اليه ولا استطيع ان افهم ما يقول عدت الى غرفتي وظللت افكر كيف ولماذا حدث ذلك ولم يكن لدي سوى اجابه واحده وهي انني لا افهم لغتهم ولا هم ايضا قررت ان ابحث من خلال شبكه الانترنت عن كلمات ترحيب خاصه بلغتهم واهم الجمل التي يمكنني استعمالها في اثناء اللعب وظللت احفظ بعض كلمات الترحيب بلغتهم كي استطيع التواصل معهم في اليوم التالي ذهبت لالعب معهم مره اخرى لكنني فاجاتهم بترحيب حار بلغتهم ورايت في عيونهم نظره تعجب كانها تقول هل تستطيع الحديث بلغتنا وبالفعل لعبنا معا ولكن الحال اختلف عما حدث امس فاليوم كنت افهم معظم التعليمات في اثناء اللعب وكنت استطيع التواصل معهم مستخدما بعض الكلمات والمحادثات التي حفظتها وهو ما جعلهم يتحمسون جميعا لتعلم لغتي العربيه حتى يستطيعوا فهمي كما فهمتهم الفقره الرابعه كان يوما ممتعا واتفقنا على ان نظل اصدقاء ونتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالفعل اصبحنا اصدقاء حتى الان أنا أعلمهم لغة العربية وأسألهم في بعض الأمور التي لا أستطيع فهمها بمفردي في لغتهم كما اتفقنا على أن نتقابل الصيف المقبل الفقرة الخامسة حين جاء فصل الصيف وتقابلنا وسلمنا على بعضنا، كنا نحن الاشكال نفسها، لكننا لم نكن الاشخاص انفسهم، حيث اصبح كل منا يتقن لغة الاخر، وبالفعل. ايقنت ان تعلم العديد من اللغات يسهم في اندماج الشخص مع المجتمعات المختلفه والتعامل مع الاخرين بلطف كما يساعد ايضا في بناء صداقات قوية وفي تغيير رؤية الشخص للعالم من حوله، قاموس الأضواء الكلمة ومعناها عندنا كلمة المدن الساحلية المراد المدن التي تجاور بحرًا، يبقى المدن الساحلية المدن التي تجاور بحرًا. تقابلنا معناها التقينا، بادئ معناها بداية، يرضى معناها يقبل، يبقى يرضى يقبل، سوى معناها غير، ترحيب حار المراد ترحيب شديد، تعجب معناها استغراب اندهاش، معظم معناها أكثر. يتحمسون تشتد رغبتهم نظل نبقى المقبل القادم يتقن يجيد ايقنت تاكدتم يسهم المراد يساعد اندماج المراد تعايش ومشاركه بعد كده عندنا الكلمه ومضادها الصيفيه مضادها الشتويه كليا مضادها جزئيا بادئ مضادها نهايه ممتعا مضادها مملا يرضى مضادها يرفض النهايه مضادها البدايه خاصه مضادها عامة، التواصل مضدها التقاطع، التالي مضدها السابق، اختلف مضدها تشابه، يتحمسون مضدها يتكاسلون، أيقنت مضدها شككت، اندماج مضدها انفصال. لطف مضادها غلظة، بناء مضادها هدم، قوية مضادها ضعيفة، تغيير مضادها إبقاء أو تثبيت. بعد كده عندنا المفرد وجمعه، إجازة جمعها إجازات، العام جمعها الأعوام. نزهة جمعها نزه. البحر جمعها البحار. البحور الابحر. الشاطئ جمعها الشواطئ. اللغة جمعها اللغات. شخص جمعها اشخاص. غرفة جمعها غرف. غرفات. شبكة. جمعها شبك شباك فصل جمعها فصول العالم جمعها العوالم بعد كده عندنا الجمع ومفرده المدن مفردها المدينه احداث مفردها حدث كلمات مفردها كلمه الجمل مفردها الجمله المحادثات مفردها المحادثة وسائل مفردها وسيلة الأشكال مفردها الشكل المجتمعات مفردها المجتمع صدقات مفردها صداقة وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية درس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا الدرس القادم هنحل مع بعض تدريبات تدرب على نص الاستماع صداقه بلا قيود فما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته